صدت أيضا للفائز بالمركز الأول، والجوائز النقدية القيمة التي قدمت من المركز الثاني حتى المركز العاشر في هذا الانطلاق. 8 كيلومترات هي رحلة هذه الأشواط المسائية، حيث نتابع هذه الأسماء. وفي مقدمة هذا الشوط معدي ياتي على المركز الأول لا سيد سعيد بن سهيل بن حارب العميمي، من يتواجد على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الأول من خلال أيضا هذا الانطلاق الرائع والجميل. ننتقل إلى المركز الثاني، لدى تواجد أيضا لايف على المركز الثاني محمد بن فهيد بن بيشان العجمي، بينما المركز الثاني أو الثالث هنا تدخل أيضا بن داري ياتي على المركز الثاني لا سيد صالح بن حميد بن دلموج الظاهري، من يحتل المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث يتقدم هناك، والمركز الرابع في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي الرائع والجميل. الحنيش ياتي بالمركز الرابع لا سيد عيسى بن خادم بو علامة القبيسي، من يحتل المركز الرابع. ننتقل مباشرة إلى المركز الخامس، هنا يتواجد شاهين محمد بن عبيد بن محمد المزروعي، من يقدم شاهين في المركز الخامس في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي. وراقب الخمس المراكز المتقدمة انفردت انفراد كل عن بقية أيضا الزمول المشاركة والمنطلقة في هذا الشوط. راقبوا هذا الانفراد وتابعوا المركز السادس هنا مشاهدين الأعزاء خلال هذا الانطلاق الرائع والجميل والتحدي المثير. ما شاء الله، هذه هي الأسماء القادمة، هذه هي الأسماء المنطلقة الباحدة دائما عن تحقيق نقطة ذهبية تحسب لكل مالك مطية ضمن هذا المهرجان، مهرجان قصر الحصن، حيث نتابع هذه الأسماء المنطلقة والمتواجدة في هذا الشوط. وهناك المركز السادس، هنا نتابع مشاهدينا الأعزاء هذه الانطلاقات، ونتابع أيضا مشاهدينا الأعزاء هذه اللقطات الجميلة أيضا من المخرج المتميز في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي. هنا المركز السادس، المركز السادس ياتي أيضا براق منصور بن علي بالخصم الاكتبي، خذ المركز السادس. المركز السابع يتواجد أيضا سند على المركز السابع في هذه اللحظات حمد بن محمد بن جهويل المري، من ياتي بانطلاقة هذا الشوط على المركز السابع. بينما المركز الثامن هملول لا سيد سيد بن مصبح المسافري ياتي بالمركز الثامن، بينما المركز التاسع ينطلق ميهاب عوض بن حمد الخصواني الاكتبي، من يقدم ايضا ميهاب في هذا الانطلاق. وشعار بن رشيد من الجانب الاخر مع المركز العاشر في هذا الانطلاق الرائع والجميل في هذا التحدي المثير. لدى انطلاقة هذه الاسماء زيزوم ياتي ايضا لينضم مع المركز العاشر، مانع بن خليفه بن رشيد السويدي، ولكن العوده الى مقدمه هذا الشوط. معدي معدي على الصداره سلالم صيحانيه ياتي بها العميمي القادم ايضا من ميدان التراث ميدان سويحان، ليشارك في ارضيه هذا الميدان ليعلن ايضا بتواجده ضمن هذا المهرجان الكبير. وهذا هو معدي على مقدمه هذا الشوط على المركز الاول. سعيد بن سيل بن حارب العميمي، من يعلن بوجود معدي على مقدمة هذا الشوط على المركز الأول من خلال هذا الانطلاق الرائع والجميل. بينما ننتقل إلى المركز الثاني ونتابع الآخر من الجانب الآخر، ياتي هنا أيضا بن داري بن داري سالم بن حميد بن دلموك الظاهري، من يقدم أيضا بن داري في هذا الانطلاق التحدي الثنائي هنا مع مقدمة هذا الشوط مع المركز الأول والثاني من خلال هذا الانطلاق. بينما المركز الثالث وصول هنا مشاهدينا الاعزاء شاهين لا سيد محمد بن عبيد المزروع القادمين بالسلالة الشاهينية مع هذا الأداء الرائع والجميل. راقبوا الزمول وتحدياتها، راقبوا بنوك الانتاج التي تنطلق مشاهدينا الاعزاء في هذا المساء الرائع والجميل في مساء الختام لهذا المهرجان. ننتقل الى المركز الرابع، نتابع هناك التحديات المستمرة في هذا الأداء.
منطقة الزمول التي تنطلق مشاهدينا الأعزاء. هنا المركز الرابع يتواجد في هذه اللحظات الحنيش الحنيش عيسى بن خادم بو علامة القبيسي، من يقدم الحنيش وانطلاقاته المميزة التي تظهر بوجوده ضمن المراكز المتقدمة خلال هذا الانطلاق. بينما ننتقل إلى المركز الخامس، هنا مشاهدينا الأعزاء في هذه اللحظات وصل أيضا لايف على المركز الخامس، لايف ومباشر في هذا الانطلاق محمد بن فهد بن بشان العجمي، من يأتي بانطلاقة هذا الاسم مع المركز الخامس. ولكن راقبوا، ياما وياما من أسماء تتواجد خلف الخمس المراكز، وهناك الأسماء الأخرى حتى المركز العاشر، وبقية الزمول المشاركة تسير بهدوء كامل قبل عاصفة التنافس التي تهف الأمتار الأخيرة ليسجل الكل هذا الحدث الكبير في أرضية هذا الميدان، في ميدان الوثبة، في ميدان الوثبة. الناموس طعم غير في ميدان الوثبة وفي هذا المهرجان، مهرجان قصر الحصن. العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة، ما زال معدي، ما زال معدي، يعدي هذه الزمول لينطلق بمقدمة هذا الشوط، لينطلق بالمركز الأول. سعيد بن سهيل بن حارب العميمي من يعلن بانطلاقة معدي على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الأول، بينما بنداري ياتي في المركز الثاني بالانطلاق الرائع والجميل. بنداري ومعدي، معدي وبنداري، كيلوين ونصف، خلاص يا أهالي الزمول، التحركات مطلوبة. من يريد الناموس فعليه بالتحرك من هذه اللحظات، لأن الزمول في الأمتار الأخيرة تنطلق أيضا كالطيور الطائرة. هنا معدي، معدي ما زال على المقدمة، ما زال على المركز الأول، ما زال على الصدارة. معدي وأهالي سويحان، أهالي سويحان، أهالي مدينة التراث مع معدي. سعيد بن سهيل بن حارب العميمي من يعلن بانطلاقة معدي. بنداري على المركز الثاني، سالم بن حميد بن دلموك الظاهري من يقدم هذا الاسم، بينما المركز الثالث شاهين ياتي بالمركز الثالث، محمد بن عبيد بن محمد المزروعي من يقدم ايضا شاهين في هذا الانطلاق. المركز الرابع تدخل الحنيش، انطلق الحنيش بهذا الهدوء، بها استراحة المحارب مع المركز الرابع في هذه اللحظات. الحنيش الحنيش عيسى بن خادم بو علامة القبيسي من يقدم هذا الاسم في هذا الانطلاق. المركز الخامس، الله، وصل براق، وصل براق، براق منصور بن علي بالخصم الاكتبي من ياتي بانطلاقة براق وتحدياته الجميلة لدى انطلاقة هذا الشوط. براق، براق من ياتي بهذا الانطلاق، من يقير مواقعه ومركز من مركز إلى مركز متقدم. قادم براق، قادم براق، الله 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 يا المنافسة، الله يا التحدي، الله يا هذا الانطلاق. الصدارة تغيرت، المواقع تبدلت، هنا ياتي ايضا براق على المركز الاول، فاجانا بهذا الدخول المميز بهذا الانطلاق منصور بن علي بالخصم الاكتبي. بينما ياتي في المركز الثاني شاهين على المركز الثاني، محمد بن عبيد بن محمد المزروعي ومعدي في المركز الثالث، معدي في المركز الثالث. هنا يتواجد في هذه اللحظات سعيد بن سهيل بن حارب العميمي، والمركز الرابع الحنيش عيسى بن خادم بو علامة القبيسي، وتدخل زيزوم، تدخل زيزوم مع ايضا مشاهدينا الاعزاء في هذه اللحظات. هذا هو زيزوم ياتي بهذه الانطلاقه بالمركز الخامس، بالمركز الخامس. الله يا زيزوم، الله يا زيزوم، مانع بخليفه بن رشيد اي من ياتي بانطلاقه زيزوم الذي يعشق هذه النوعيات الكبيرة، لينطلق أيضا بانطلاقة زيزوم في المركز الخامس وينتقل إلى المركز الرابع. قادم زيزوم، خلاص خلاص، هنا براق على الصدارة، براق على المركز الأول لينطلق بهذا الانطلاق، ليسير بهذا المسار مع أيضا مشاهدينا الأعزاء. منطقة الأعلام، منطقة أعلام الناموس، منطقة أعلام الفرح والسعادة التي تغمر أرضية هذا الميدان. القيادة ما زال براق، ما زال براق، منصور بن
علي بالخصم الكتبي ووصول ايضا هنا شاهين محمد بن عبيد بن محمد المزروعي على المركز الثاني. خلاص يا بالخصم المزروعي قادم، المزروعي قادم مع انطلاقة شاهين براق على الصدارة. شاهين قادم، اللحظات الأخيرة، جولة الأوامر النهائية، الخمسمية متر الأخيرة، من سوف يحظى بناموس هذا الشوط؟ براق 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 على الصدارة، براق مشاهدين الأعزاء لينطلق بمسار هذا الشوط، لينطلق بالمركز الأول. الله 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 يا بالخصم، فاز بها بالخصم، فاز بناموس هذا الشوط منصور بن علي بالخصم. الكتبي من يقدم هذا الشوط، وشاهين، شاهين باللحظات الأخيرة، شاهين باللحظات الأخيرة، محمد بن عبيد بن محمد المزروعي هنا براق وشاهين، شاهين قادم، شاهين قادم مع منطقة الثيل، مع الأمتار الأخيرة، مع الأمتار الحرجة. الله، براق، شاهين، شاهين، براق، براق، شاهين، المنافسة ثنائية، المنافسة ثنائية، ولكن شاهين المزروعي، المزروعي يحظى بناموس هذا الشوط. تهانينا لمحمد بن عبيد بن محمد المزروعي، براق في المركز الثاني، منصور بن علي بالخصم الكتبي، بينما المركز الثالث كان ايضا مولع محمد بن طالب بن عقيل المري، والمركز الخامس اتى مبلش عبد الله بن علي بن حمد بن جابر العذبه، بينما المركز الخامس اتى ايضا لايف لسيد محمد بن فهيد بن ذيشان العقمي. ما شاء الله، تحدي اداره، انطلاق رائع وجميل، واداره اتت مع براق وشاهين حتى الامتار الاخيره، ولكن استطاع شاهين ان يفاجئ ايضا بالامتار الاخيره الكل ويختطف ناموس هذا الشوط. فتهانينا لمحمد بن عبيد بن محمد المزروعي على فوز شاهين بالمركز الاول وتوقيته الزمني 13 دقيقة مشاهدينا الاعزاء، 25 ثانية جزء واحد من الثانية، بينما براق من حل ثانيا واتى في المركز الثاني. منصور بن علي بالخصم الاكتبي احتل المركز الثاني في هذا الانطلاق، ادى اداء رائع وجميل بتوقيت زمني مقداره 13 دقيقة 25 ثانية، خمسة اجزاء من الثانية، بينما المركز الثالث اتى مشاهدينا الاعزاء المولع في المركز الثالث محمد بن طالب بن عقيل المري بتوقيت زمني مقداره 13 دقيقة 28 ثانية، اربعة اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لكل من حظوا بالعشر المراكز المتقدمة في الشوط الذي انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحفل الكريم الإخوة المتابعون في كل مكان أينما كنتم، لكم التحية عبر